بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج ملف اليوم، وموضوع الخان الأحمر وتهديدات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتحديدا ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بهدم وإخلاء الخان الأحمر عاد إلى الواجهة مرة أخرى. طبعا كانت هناك جهود رسمية وشعبية اليوم متواجدة في الخان الأحمر. أيضا بالتزامن مع ذلك قام وفد من حزب الليكود الإسرائيلي، أعضاء الكنيسة عن حزب الليكود، أيضا باقتحام هذه المنطقة والمناطق المجاورة في محاولة لصنع نوع من الترهيب للسكان والفلسطينيين بشكل عام. طبعا نرحب بضيوفنا، ولكن أولا نكون مع عناوين الحلقة. وقفة دعم وإسناد لأهالي الخان الأحمر ردا على تهديدات بن غفير لهدمه. حراك شعبي ورسمي لدعم صمود أهالي الخان الأحمر. ونسأل المطلوب عربيا ودوليا لمنع تهجير أهلنا في الخان الأحمر. نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مساء الخير، أهلا بك. أيضا عيد خميس رئيس مجلس قروي تجمع الخان الأحمر، أيضا سعيدين بوجودك معنا هنا في الاستوديو. أيضا نرحب بضيفنا معروف الرفاعي المستشار الإعلامي لمحافظة القدس عبر سكايب، مساء الخير وأهلا بك. اسمح لنا أن نتابع سويا نحن والسادة المشاهدين تقرير لزميلنا خالد إمطاوع الذي كان اليوم موجود في منطقة الخان الأحمر. تصديا لمحاولة اقتحام عشرات المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة للمطالبة بتدميرها وطرد قاطنيها قسرا، احتشد المئات من أبناء شعبنا في قلب القرية للشد من أزر حراس الأرض والمكان، تلبية لدعوة وجهتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأقاليم حركة فتح في المحافظات الشمالية. بن غفير وزمرته ونقول له ستبقى تنتظر وتدعو ونلاحقك في كل تلة وفي كل منطقة تذهب إليها أنت وقطعان المستوطنين لنحول دون تحقيق حلمكم. المتظاهرون السلميون الذين تقاطروا من كل حدب وصوب للتصدي بصدورهم العارية لأي مباغتة إسرائيلية تستهدف القرية سواء بالهدم أو الاستفراد بالمواطنين، مؤكدين على استمرارية حالة النضال الشعبي وتوسيع رقعته لتوجيه رسالة قوية للاحتلال أن قرية الخان الأحمر ليست وحدها في هذه المعركة المتجددة الرامية إلى اقتلاع المواطنين. هذه أرضنا، هذا شعبنا، نحن هنا باقون، سنحمي وندافع عن هذه الأرض بكل قوانا وبكل إمكانياتنا. لن نسمح لهم بأن يهدموا الخندق الدفاع الأمامي متمثل بالخان الأحمر الآن في حماية كل التجمعات الموجودة والقرى في هذه المنطقة، ولذلك المعركة شرسة ستكون بالتأكيد مع هذه الحكومة. هناك وفد من أعضاء الكنيسة من حزب الليكود ومن اليمين المتطرف سيأتون إلى المكان، فهم يأتوا أيضا في سياق تأمين هذه الزيارة أو إذا ما كان هناك دخول إلى القرية. فبالتالي هذه السياسات ليست غريبة على الخان الأحمر، كانوا يتواجدون في الفترات السابقة على مدار الساعة. تعرضت الخان الأحمر في السنوات السابقة إلى حصار كامل لفترات طويلة حتى لم يسمح بالطعام بالوصول لا الخروج ولا الدخول، ولكن كان هناك إرادة. هنا صدحت حناجر المواطنين بصوت مدون رفضا لمحاولات ودعوات أرباب الاحتلال لتمرير مخطط هدم القرية وإحداث نكبة جديدة لأكثر من 200 مواطن بينهم أطفال ونساء وكهول يقطنونها سيجدون أنفسهم بالعراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء لصالح إحلال المستوطنين مكانهم ضمن مشروع إيوان الاستيطاني
الذي تجد فيه إسرائيل ضالتها لتمزيق الضفة إلى أشلاء. في ظل مطالبات غلاة الاحتلال بتدمير قرية الخان الأحمر وتهجير أهلها كسرا، جاء هذا الاعتصام لمؤازرة المواطنين المستهدفين، ولسان حالهم يقول لن يمر مخطط الهدم مهما بلغت التحديات. من قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. شكرا لزميل خالد مطوع على هذا التقرير. مرة أخرى ضيوفنا الأكارم أهلا بكم. دعنا نبدأ منك مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. موضوع الخان الأحمر موضوع قديم، بدأ في المحاكم الإسرائيلية منذ العام 2010، استمر حتى العام 2018 عندما تم تجميد قرار الهدم وعاد إلى الصدارة مرة أخرى حسب مزاج هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وحسب مزاج بن غفير الذي يقول أن القانون يجب أن يطبق على الجميع عربا ويهودا، وبالتالي يجب إخلاء وهدم الخان الأحمر. يعني تصور عندما يتحدث شخص مثل بن غفير عن المساواة، يعني بدي تعليق على هذا الموضوع أولا. يعني أولا هذه الحكومة قامت على تفاهمات يمينية متطرفة، قامت على مرتكزات رئيسية، أولها توسيع المستوطنات القائمة، تنفيذ المشاريع الاستيطانية، شرعنة البؤر الغير شرعية بالنسبة لهم، إقامة بؤر جديدة، وتطبيق خطة الضم للمناطق المصنفة مناطق سياحية. هذا يعني الأحمق بن غفير يعتقد أن هذه الأرض هي مملكة يهودا والسامرة بإرث وبتعاليم الدينية التي تلقاها هناك في مدارس الحقد الصهيونية التي تدرس في هذه المستوطنات. بن غفير مستوطن أو مستعمر يسكن كريات أربع في الخليل، هذه المستوطنة الجاثمة هناك في مدينة الخليل. بالتالي يعني هذا مشروع استيطاني استعماري تناوبت عليه كل الحكومات المتعاقبة في دولة هذا الاحتلال، وأتت هذه الحكومة اليمنية المتطرفة لتفتح من جديد الملف القديم الحديث وهو الخان الأحمر. ماذا يعني هدم الخان الأحمر؟ هدم الخان الأحمر وترحيل السكان هناك يعني هدم 25 تجمع آخر كما هو الخان الأحمر. هي مهددة يعني 25 تجمع طبعًا مهددة من أصل 45 أو 46 تجمع في محافظة القدس. بالإضافة إلى تهجير أكثر من 4000 نسمة يسكنون في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أيضا السيطرة على مليون دنم تقريبا من السفوح الشرقية للقدس حتى الوصول إلى البحر الميت، تنفيذ خطة A1 بحزام استيطاني يرتبط بالمستوطنات القائمة داخل مدينة القدس وتوسيع بلدية القدس، توسيع مخططها الهيكلي، بالإضافة أيضا تحقيق الحلم القديم، الحلم الصهيوني القديم الجديد المتجدد دائما، وهو إقامة القدس الكبرى، بالإضافة إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس وعيشنا في كانتونات ومعازل. عيد خميس مساء الخير مرة أخرى، سعيدين لوجودك معنا وأنت رئيس مجلس قروي تجمع الخان الأحمر. يعني من 2018 حتى اليوم أنتم استرحتم استراحة محارب، ولكن عدتم مرة أخرى والعزيمة عالية في مواجهة هذه التهديدات الإسرائيلية. ليست المرة الأولى التي تهدد فيها بإخلاء وهدم هذا التجمع، ونريد أن نعلم أنكم صامدون وباقون في هذا المكان. أختي كما قال أخي معالي الوزير مؤيد شعبان، هذه الخطط موجودة منذ عام 1967، ليست وليدة اليوم، هي أخرجت من الأدراج منذ احتلال الضفة الغربية. كان المخطط هناك تفريق هذه المنطقة، كان في 67 والسبعينات والـ75 كان هناك هدم للبيوت لكن لم تكن هناك صحافة، كان قتل الثروة الحيوانية، كان هدم متتالي لهذه السكان. ضيفي على ذلك الآن وجود المستوطنات داخل منطقة شرقي القدس، وزد على ذلك ما يسمى أراضي اقتطعوها لمحميات طبيعية ممنوع الدخول لها للمواطن، هي حرب اقتصادي وعسكري على المواطن الفلسطيني شرقي القدس. لكن هذا الفلسطيني هو متثبت في أرضه وعزيمته قوية جدا، والآن كما 2018 كما 2009 عندما تم بناء هذه المدرسة،
نحن باقون، وهدد ليبرمان قبل بن كفير، وهدد حكومات كثيرة كانت تهدد بإزالة هذه القرية، لكن هم ذهبوا إلى مزابل التاريخ وبقي الخان الأحمر. معا وسويا سيذهب بن كفير إن شاء الله. معروف الرفاعي المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، أهلا بك مرة أخرى. يعني يبدو أن كل حزب إسرائيلي يريد أن يظهر إعلاميا وأن يصنع لنفسه نوع من البروباغندا وزيادة عدد المتابعين لنشاطاته، يتردد اسمه كثيرا عبر وسائل الإعلام، يتوجه إلى ما يمكن أن يمس الفلسطيني، ورأوا أن هدفهم هذه المرة هي الخان الأحمر، لأنه من المعروف أنه كل ما تم الهدم في المناطق الفلسطينية تزيد القاعدة الشعبية للأحزاب الصهيونية الدينية المتطرفة. يعني مساء الخير أخت ماي لك ولضيوفك. نعم، كما تفضلت، كل الخلافات التي تجري بين الأحزاب الإسرائيلية يتم حلها على حساب دماء أبناء شعبنا. أعضاء الكنيست من حزب الليكود الذين تواجدوا اليوم في الخان الأحمر وهم بولي أدلشتاين وداني دانون، وهو بالمناسبة دانون كان سفيرهم في الأمم المتحدة إسرائيل. نعم، في الأمم المتحدة، هم جاءوا اليوم إلى الخان الأحمر لمناكفة نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي، وليثبتوا للرأي العام الإسرائيلي بأن نتنياهو منذ عام 2018 وحتى الآن لم يقم بتنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية بهدم الخان الأحمر. وبالتالي هذه المناكفات التي تجري بين الأحزاب الإسرائيلية يدفع ثمنها أبناء شعبنا الفلسطيني من دمه ومن بقائه في أرضه ومن بقائه في منازله. حتى الخلاف الذي كان بين سيمريتش وغالنت تم حله بالأمس كما أعلن نتنياهو، أيضا على حساب أبناء شعبنا الفلسطيني، بأن وصلوا إلى قرار بأن كل مبنى جديد يبنى في مناطق جيم سيتم هدمه. وبالتالي هذا يؤشر على أن هناك آلاف المنازل وأن هناك مئات العقارات ومئات المناطق السكانية التابعة للفلسطينيين سيتم هدمها بناء على هذا القرار. وبالتالي منافسات الأحزاب الإسرائيلية يدفع أبناء شعبنا الفلسطيني. أنا أقول بأن أبناء شعبنا الفلسطيني، وأنا أحيي الأخ عيد خميس وأحيي عائلة الجهالين التي تمثلها عيد خميس، بقائهم في هذه الأرض ودفاعهم عنها ورفضهم لكل المغريات السياسية والمادية والضغوطات السياسية التي يتعرضون لها هو الدافع الأول وهو السبب الرئيسي لبقاء الخان الأحمر اليوم يعني قائم حتى اليوم. وبالتالي نحن في محافظة القدس وكأبناء مدينة القدس مستعدين لأن نبقى في هذا الخان ليس 6 شهور وخمس شهور كما فعلنا في عام 2018، بل مستعدين أن نبقى في الخان الأحمر لمدة 6 سنوات دفاعا عن هذا الخان ودفاعا عن أهله وعن سكانه، للحفاظ على وحدة القدس وللحفاظ على هذه المنطقة المهمة التي تسعى إسرائيل من خلال السيطرة عليها إلى وضع الوسط المقدسي بين فكي كماشة، من الغرب الجدار العصري ومن الشرق الغور. طيب، ومستوطنات إسرائيل الشرقية. بالعودة إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يبدو أنهم حاولوا تهيئة المجتمع الدولي قبل موضوع التلويح بهدم الخان الأحمر، ولم يتحدث فقط عن الخان الأحمر، تحدثوا عن 5 مناطق فلسطينية بإقامة بؤرة استيطانية في قرية جوريش في نابلس، وأطلقوا عليها اسم أور حييم أي نور الحياة، وقام الجيش الإسرائيلي بإزالتها بعد 24 عام، بمعنى الند بالند لقد تم إزالة بؤرة غير شرعية استيطانية للمستوطنين في نابلس، وبالتالي أيضا نريد أن نزيل ونهدم أيضا تجمعا للفلسطينيين في الخان الأحمر. يعني في البداية لابد أن نحيي هذا الموقف الوطني، الموقف الفلسطيني الحقيقي لأهلنا في جريش، المواطنين الفلسطينيين عند إنشاء هذه البؤرة يوم الجمعة الماضي هب كل سكان المنطقة هناك في جريش شيوخا ونساء ورجالا وشبابا، فعلا يعني مثلوا المقاومة الشعبية الحقيقية لإزالة هذه البؤرة. وبعد هذا الضغط الشعبي فعلا تمت تفكيك
هذه البؤرة من قبل جيش هذا الاحتلال وبتعليمات من وزير جيشه جالانت. أعادوا بنائها بالأمس أيضا، لكن أيضا إصرار أبناء شعبنا وتصديهم لهؤلاء المستعمرين في تلك المنطقة، تم هدمها أيضا في ليلة مساء أمس في الليل، بالإضافة إلى التحية، كل التحية لأهلنا في جريش. هذه هي المقاومة الشعبية الحقيقية، هذا النموذج المصغر الذي قام به المواطنين الفلسطينيين هناك في جريش ينطبق على ما سيحدث أيضا في الخان الأحمر وفي كل تجمعاتنا الفلسطينية. يعني هذا الأرعن وهذا الأحمق بن جفير أنه يريد أن أو سموتريتش يريد أن يوازي بين بناء مستعمرة هنا ومستعمر هناك وبين التجمعات الفلسطينية الموجودة. هذه أرض محتلة منذ عام 67، نحكم بقوة الآلية العسكرية الإسرائيلية منذ عام 67، والقانون الدولي يثبت أن هذه الأرض هي أرض محتلة، فبالتالي لا وجود لأي مستوطن يجب أن يكون على هذه الأرض وأن يبقى الوضع كما هو عليه كما احتللته عام 67. لكن هذه دولة هي دولة عصابات، دولة لا ترى هذا العالم، دولة تنسف كل الحلول المطروحة لتحقيق السلام والأمن في المنطقة أو في منطقة الشرق الأوسط. بالتالي نحن فعلا أمام عصابة حقيقية تمارس كل أنواع العربدة، أنواع السرقة، أنواع القتل والاغتيال والاقتحام بلباسها العسكري، والمجتمع الدولي لحتى اللحظة ينظر عليها لأنها هي دولة ديمقراطية في واحة من أو في غابة من الوحوش في الوسط العربي. بالتالي مطلوب منا فعلا، يعني لا يحق جلدك إلا ظفرك، مطلوب من الشعب الفلسطيني. وأنا أتفق مع أخي أبو خميس الذي قال أن أهل الخان الأحمر أكثر إصرارا، أنا أقول أنهم اليوم وبعد 4 سنوات من التهديد بهدم الخان الأحمر أنهم أكثر شراسة وأكثر التصاقا بالأرض وأكثر إرادة وتصميما على عدم هدم الخان. بالتالي ما رأيناه اليوم في الخان من مواطنينا في الخان الأحمر، المواطنين الذين توافدوا فعلا بالمئات، في المقابل كان هناك مجموعة هؤلاء الحاقدين من حزب اللوكويد الذين أتوا ليضغطوا على نتنياهو لتنفيذ قرار المحكمة الذي لن ينفذ بالمطلق. وأنا أتفق أيضا مع أخي أبو خميس أنه ليس بن جفير وحده الذي هدد، كل قادة هذا الاحتلال منذ السنين الأولى الاحتلال منذ النكبة عام 48 وهم يعني أمعنوا إجراما في الشعب الفلسطيني، لكنهم كلهم ذهبوا وبقي الشعب الفلسطيني. طيب دعني أسأل عيد خميس سؤال مباشر، لماذا قررتم البقاء والصمود رغم كل هذه التهديدات الإسرائيلية من جهة وحتى المغريات يعني التي عرضت عليكم من جهة أخرى؟ ليش اخترتوا تبقوا في الخان الأحمر؟ احتلت الجزائر 130 عام ولكن الشعب الجزائري المليون شهيد أصر وأقتل على الاحتلال الفرنسي من الجزائر. هنا نحن الشعب الفلسطيني مر على جلد في فلسطين عشرات من الاحتلالات ولكن جميعها ذهبت وبقي الشعب الفلسطيني. هذه أرضنا، هذا حقنا. وفي مثلا عندنا بدو يقول الحق ما يضيع ورام طالب، فإذا يوم ويومين وسنة وسنتين وعشرة وخمسين سنة، لكن في الأخير هذه أرضنا، هذه أرض آبائي وأرض أجدادي وهي لأحفادي وأبنائي من خلفي. لن نغادر أختي، لن تكون هناك هجرة لا للشرقي ولا للغرب ولا لأي موقع ثاني. وأنتم هجرتم في 48 هجرنا بسنة 1951 هجرنا إلى هنا، لن تكون هناك هجرة ثالثة ولا رابعة. نحن متشبثون في أرضنا، نقول لنا مثل في إخوتنا في قرية العراقيب هدمت أكثر من 200 مرة. نحن نقول لا سمح الله لو هدم الخان الأحمر لست أنا وحدي أو السكان سيعيدوا بناء هذه القرية، أنا أقول كل الشعب الفلسطيني سيأتي ويعيد معي بناء هذه القرية على مئات المرات. معروف الرفاعي، أريد منك تعليق على هذا النفس من أخونا عيد خميس ومن أهلنا في الخان الأحمر أنهم اختاروا طريقا واحدة لا ثاني لها وهي البقاء والصمود. يعني أولا إحنا جربنا أهل الخان الأحمر أكثر من 4 شهور، وأنا قلت في بداية مداخلتي السابقة بأنه لولا صمود هؤلاء المرابطين في هذا المكان لا مؤيد شعبان ولا معروف رفاعي ولا أي حد كان ممكن يساعد على بقاء هذا الخان صامد حتى اليوم. إصرار هؤلاء السكان بنسائهم وبأطفالهم وتحملهم ل4 شهور بقاء آلاف من المتضامنين بين منازلهم ويقدموا لنا الخدمات ويقدموا لنا الطعام والقهوة والشراب، لولا هذا الإصرار ولولا هذا الصمود الأسطوري في هذه المنازل التي تفتقر لأقل وأدنى مقومات الحياة لما استطاع الخان الأحمر أن يبقى حتى اليوم. وأنا أريد أن أقول
بأن هذه المدرسة التي توجد في الخان الأحمر والتي تخدم أكثر من 25 تجمع والتي يوجد فيها 152 طالب وطالبة، يعيش هؤلاء الأطفال في ظروف يعني في ظروف تعليمية تكاد تكون صفر بالمقارنة بما يعيشه أبناء المستوطنين في كفار أدوميم التي تبعد 200 متر أو 300 متر عن الخان الأحمر. فكيف للعالم أن يقبل أن يعيش أبناء الخان الأحمر وأبناء عائلة الجهالين في مدرسة مكونة من إطارات ومن إسمنت وتفتقر لأقل مقومات المدرسة وأقل مقومات البيئة التعليمية الصحية، بينما ينعم أبناء المستوطنين على كفار في كفار أدوميم في روضات وفي مدارس على أعلى مستوى ويعيشون في الصيف في التكييف وفي الشتاء في التدفئة، وأبناء جلدتنا وأبناء شعبنا يعانون الأمرين. أنت أعتقد أختي ماي جئتي للخان الأحمر وشفتي كيف يعيش أبناء شعبنا الفلسطيني في بيوت زينكو وفي بيوت صفيح وفي والمدرسة نفسها لا يعني لا يوجد فيها أي مقومات للبيئة التعليمية الصحية، وبالتالي هؤلاء الأفراد وهؤلاء السكان يدفعون ثمنا باهظا، ونحن نحترم هذا الثمن ونحترم هذه وهذا العطاء من أجل أن يبقوا في منازلهم ومن أجل أن يحافظوا على هذه الأرض وعلى هذه المنطقة. طب اسمح لنا أيضا أن ينضم إلينا عبر الهاتف أسامة عزام عضو إقليم القدس. مساء الخير وأهلا بك. يعني في القدس لا نعلم من أين يأتي الهجوم الإسرائيلي. مرة نتحدث المسجد الأقصى المبارك، شمال القدس، جنوبها، غربها، شرقها، وعدنا إلى موضوع الخان الأحمر. هذا يتطلب نفس طويل، يتطلب استمرارية، ويتطلب عزيمة للتصدي لكل هذه المخططات التي تستهدف المدينة والمحافظة. أسامة عزام، هل تسمعني؟ نعم. سألت عن كل هذه المخططات الإسرائيلية ضد مدينة القدس وعن ضرورة الاستمرارية والنفس الطويل من قبل الفلسطيني المقدسي حتى يستطيع أن يبقى ويستمر ويناضل ضد كل هذه المخططات. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام، سيادة الوزير معالي الوزير مؤيد شعبان ورئيس مجلس قروي الخان الأحمر السيد خميس والسيد معروف الرفاعي، مساء الخير لجميع المشاهدين. طبعا احنا في منطقة القدس وفي فلسطين بشكل عام نحن يعني تعودنا على الصمود وعلى الرباط وعلى المقاومة، فكل هذه الإجراءات والمخططات الصهيونية من قبل الحكومة المتطرفة التلمودية الحالية ومن أيضا من الحكومات السابقة تعودنا على كل هذه المخططات، ولكن سنتصدى لها كل ما أوتينا من قوة، ولن تثنينا ولا تثني أهالي الخان الأحمر عن ترك وتهجير أهالينا في هذه القرية، وسنواصل الرباط والصمود وتصدي وإسناد أهلنا في هذه القرية للحيلولة دون تهجيرهم وإبعادهم عن قريتهم. في 2018 واكبنا التهديدات فيما يخص إخلاء الخان الأحمر، واكبنا وجود الشعب الفلسطيني داعما أيضا المؤسسات والمتطوعين الأجانب وتواجدوا بشكل دائم في منطقة الخان الأحمر. التهديد يعود مرة أخرى، وهذا يتطلب أيضا شحذ الهمم مرة أخرى. هل تسمعني أسامة عزام؟ طبعا يعني ندعو من خلال شركتكم الوطنية أيضا بكل الفعاليات وكل شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه بأن يعني يدعموا صمود أهلنا في قرية الخان الأحمر، وأيضا من خلال هذه الشاشة الوطنية ندعو أيضا نحن كأقليم القدس بالتعاون مع هيئة الجدار والاستيطان وكل الفعاليات والقوى الوطنية إلى الصلاة يوم الجمعة، صلاة الجمعة إسنادا ودعما لأهلنا في الخان الأحمر، وسنواصل الاعتصام والبقاء في قرية الخان الأحمر مهما طال الزمن وقصر حتى إفشال كل المخططات وكل القرارات الصهيونية التي يعني يسعى من ورائها بن بشير وجنون وكل
أعضاء الكنيسة المتطرفين، لأنهم دائما تعودوا حكماء فلسطين حكماء الحكومات آسف الحكومات الصهيونية يعني على كسب مزيد من السياسات والحقائب الوزرية على دماء الشعب الفلسطيني وهدم منازلهم وتهجيرهم والاعتقال وإلى آخره. ولكن نقول لهم يعني هذا المخطط لن يمر، وسنبقى صامدين حتى دحر الاحتلال وأقامت دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس. شكرا جزيلا لك أسامة عزام عضو إقليم القدس، كنت معنا عبر الهاتف. يعني تحدث عن صلاة الجمعة في الخان الأحمر، لازم أسأل أيضا، هنا عيد خميس رئيس مجلس قروي الخان الأحمر، ما المطلوب؟ يعني لدينا هنا رئيس هيئة الجدار والاستيطان، لدينا حركة فتح، لدينا المحافظة، يعني أهل مكة أدرى بشعابها، ماذا تطلبون من كل هذه الهيئات؟ ماذا تطلبون أيضا من الهيئات الدولية؟ ماذا نطلب أولا من أبناء شعبنا ومن الهيئات، من الحكومة والشعب الفلسطيني؟ بالنسبة للخان الأحمر، هي أن الكل يعلم أن هناك هدم في مسافر يطا، هدم في الأغوار، هدم في مدينة القدس، هدم في كل الضفة الغربية. ولكن لماذا الخان الأحمر يختلف، تختلف هذه؟ لأنه الموقع الجغرافي هو يختلف. إذا لا سمح الله ستم اقتلاع هذه القرية، سيكون هناك الإغلاق على مدينة القدس وقتل حلم كل فلسطيني. فإذا مطلوب كل فلسطيني الحلم أن يدافع عن إقامة الدولة الفلسطينية، هذا رقم واحد، بكل أطياف الشعب الفلسطيني بكل فصائله. هذا أولا. أو ثانيا، بالنسبة للهيئات الدولية والدول، جميع الدول العالم، من يتغنى بالسلام، من يتغنى بالسلام وأشبع روسنا بعملية السلام أنهم مع الشعب الفلسطيني، من يريد أن محل الدولتين، محل الدولتين، إذا تم اقتلاع هذه القرية وأخذ هذا الممر وقطع الضفة، سيكون هناك من الصعب إقامة حل دولتين. يجب الوقوف من المجتمع الدولي ومن الهيئات الدولية ومن محكمة الجنايات الدولية وقفة جادة صادقة، وليس بيانات شجب واستنكار وإدانة. هذا موضوع الدعم والاحتضان والقاعدة، ولكن أنتم مطالبكم كأهل الخان الأحمر، مطالبنا نحن كأهل الخان الأحمر مقومات الصمود للقرية وللمجتمع البدوي، اللي هن زي ما حكى مع أخوي مثل مطالب الآن ممنوع أغلب الشباب اللي بين الجهالين، اغلبهم ممنوع يعمل، هي عقابلهم ممنوع يعمل في المجال الاسرائيلي نهائيا بايا كان. يتوجهون الى محافظه طريحة للعمل داخل محافظه طريحة، ولكن محافظه طريحة لن ليس هناك مجال الى الكل، استيعاب الكل، مستيعاب الكل. فهناك بطاله، نسبه بطاله عاليه تتجاوز 69% بطاله. نتحدث عن تمكين، يجب ان يكون هناك عمل حتى تستطيعوا البقاء هناك. صحيح، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لا يجب ان تكون هناك، طالبنا من عده سنوات ونطالب الان، هناك 25 تجمع سكاني وهناك ما يقارب 4000 فلسطيني موجود هناك، ان تكون هناك الصحه وان تكون هناك سيارات اسعاف، خدمات صحيه، خدمات صحيه وسيارات اسعاف موجوده في هذه المنطقه للضروره، حتى ليس لاقتحامات المستوطنين ولكن لحاجات الناس اليوميه. طبيعي، هذا مطلب طبيعي. هذا طبيعي. رقم ثلاثه، الكل يعرف بما فيهم اخي وكل الفلسطيني بعرف انه هذه المناطق اغلقوها، اما مناطق طبيعيه، اما مناطق عسكريه، أما مناطق مستوطنات، أغلقوا على الرعي، لم يكن هناك مجال للرعي، وأنت تعلمي والكل يعلم الآن هي الألاف هي غالية، مرتفعة جدا. فصرختي إلى وزير الزراعة مشكورا، كان هناك قبل أسبوعين كان موجود في قرية الخان الأحمر، أن تنظر وزارة الزراعة إلى شرقي القدس بنظرة تختلف عن كل الضفة الغربية، ليس لأني موجود هناك، لأن المناطق مغلقة ومصدر رزق الناس هو المصلحة الوطنية، المصلحة الوطنية، لأنه هناك هاي ثروة الحيوانية، مصدر رزق لهي السكان. لوزارة التربية والتعليم هناك طلبة عندنا دخلوا خلصوا جامعات وطالبات، لكن موجودين في البيوت لم يتم توظيفهم حتى الآن. تطالب ان يكون لهم اولويه في التوظيف، يجب ان يكون للطلبه والطالبات اللي خلصوا 5 سنوات لهم 3 سنوات في البيوت او 4 سنوات، هذه الطالبه كلفت ابوها الشيء الفلاني حتى تصل، وهذه الطالبه اذا بقيت في البيت سنحارب الجيل القادم، يقول لك هي دخلت خلصت الجامعه وما استفادت شيء. صحيح.
يعني كل ما تحدثت فيه موضوع منطقي للغاية. دعني أشرك أيضا الوزير مؤيد شعبان، يعني الموضوع الوطني مهم للغاية، ولكن تحدث أيضا عن دعنا نسميه تمكين أهلنا في الخان الأحمر، وهذا يتطلب تشبيك مع عدد من الوزارات وليس فقط الجدار والاستيطان. يعني نعم صحيح، كل هذه التجمعات بحاجة إلى تدعيم وبحاجة إلى تمكين صمود هؤلاء المواطنين. نعم نحن وأخي أبو خميس دائما نتحدث في هذا الموضوع، ولدينا شركاء أيضا في هذا الموضوع. وزير الزراعة قبل أسبوع كنت أنا وهو أيضا موجودين في الخان الأحمر، وأعلن أنه بداية الشهر القادم بعد قرار من مجلس الوزراء سيتم التخفيض الضريبي والإعفاء الضريبي لتحديد الأعلاف، لأن معظم السكان هناك يعتمدون على الثروة الحيوانية. تم الحديث أيضا مع وزارة الصحة لتوفير الأدوية، هناك عيادة صحية في الخان الأحمر يعمل فيها طبيب لمدة يومين. نعم نعم نعم، أنت تعرفين هذا الحصار المالي المقيت على كل الشعب الفلسطيني، لكن كل الإمكانيات المتاحة. لكنها أولوية، دعنا نتفق أن سيارة الإسعاف موضوع أولوية، لكن يعني في النهاية الأولوية المطلقة لهذه التجمعات، وتحديدا التجمعات المحاذية للقدس أو البوابة الشرقية للقدس، لأنه فعلا يعني موضوع مختلف كليا عن ما يجري في كل الضفة الغربية، سواء كان في مسافة ريطة أو الأغوار الشمالية. هذا مشروع استيطاني استعماري شامل، لكن بوابة القدس تقتل الحلم الفلسطيني حقيقة كما تحدث، سواء بالتواصل الجغرافي أو بعزل مدينة القدس، وبالتالي تحقيق الحلم الإسرائيلي بإقامة القدس الكبرى. نعم نحن والمجلس القروي أخي أبو الخميس وكل التجمعات نحاول كل الجهد الممكن فعلا لتوفير كل الإمكانيات المتاحة لدى الحكومة الفلسطينية بالتعاون والشراكة معهم في الكثير من القضايا. حققنا جزءا لا بأس به، لكن المطلوب أكثر، ومهما قدم لهؤلاء المواطنين في هذه التجمعات في ظل هذا الصبر، في ظل هذه الإرادة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين الفلسطينيين والأطفال الفلسطينيين في هذه التجمعات، فعلا لا يعد شيئا حتى اللحظة. طب يعني بما أنه إحنا نفس الموضوع وقلنا أنه هذا شراكة بين جهات مختلفة، أيضا المحافظة يعني أكيد لها دور في هذا الموضوع. معروف الرفاعي يعني نكون سعيدين عندما يكون هناك تضامن شعبي مع أهلنا في الخان الأحمر، أن يكون يعني متضامنين أجانب، ولكن هناك احتياجات يجب أن تلبى، أيضا يجب أن يتم العمل على هذا الموضوع، استغلال العلاقات، الصداقات، الدول من يريد أن يساعد الشعب الفلسطيني من أجل تمكين أهلنا في الخان الأحمر. وهنا دعني أسألك يعني ماذا أنتم فاعلون في هذا الصدد؟ يعني أنا استفزني هذا السؤال بصراحة، واستفزتني الإجابة أيضا من الأخ عيد خميس وهو يعلم، وأنا يعني بالمناسبة كنت مستشار لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السنوات السابقة قبل أن ألتحق بالعمل في محافظة القدس. وأقول بكل صراحة أختي مي، ويعني يشهد على ذلك معالي الوزير مؤيد شعبان ويشهد على ذلك أخي أبو خميس، أولا نحن كمحافظة يعني مؤسسة فلسطينية تابعة للرئاسة الفلسطينية، وعطوفة المحافظ ممثل للرئيس، وبالتالي كل التعليمات الصادرة عن سيادة الأخ الرئيس التي يعني توجه للحكومة الفلسطينية وللمؤسسات الفلسطينية تنطبق على محافظة القدس. ولكن أريد أن أشهد شهادة حق بأن في عام 2018 في عز الأزمة التي يعني كانت موجود فيها الخان الأحمر، كانت هناك تعليمات من السيد الرئيس مباشرة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وللحكومة الفلسطينية بأن يتم تقديم كل ما يحتاجه أهل الخان الأحمر لدعم صمودهم ولبقائهم في أرضهم. وأنا يعني لا أذيع سرا إذا قلت بأن السيد الرئيس قال بالحرف الواحد حافظوا على الخان الأحمر مهما كلف الثمن، وبالتالي كانت الحكومة كلها وكل المؤسسات الفلسطينية وبمتابعة من الرئاسة الفلسطينية على علم بأن كل ما يمكن تقديمه للخان الأحمر قدم. كان هناك تأمينات صحية لكل أفراد يعني دعني الأحمر. أعلق على هذا الموضوع، يعني نحن نعلم أن السيد الرئيس يتابع بشكل شخصي كل ما يحصل في فلسطين ويولي أهمية للقدس وما يحصل فيها، ونحن نعلم أنه تابع أولا بأول ما حصل في الخان الأحمر، ونحن متأكدون أيضا أنه يتابع ما تحدث به ضيفنا هنا في الاستوديو عيد خميس. ولكن يعني
نحن تركنا الضيف ونسألناكم عن هذا الموضوع لأهمية هذه القضية الآن، لأنها عادت إلى الصدارة الآن. عندما تعود إلى الصدارة يجب أيضا أن يعود التمكين وأن يكون أقوى من أي وقت سبق فيما يخص المعاناة الحالية التي يعيشها أهلنا في الخان الأحمر. أتركك لتكمل، تفضل. أنا لو تركتيني أكمل كان كنت سأصل إلى هذه النقطة. أنا كنت أقول بأن أتمنى بأن تبقى كل هذه الخدمات التي قدمت في عام 2018 والتي كانت الداعم الرئيسي لبقاء الخان الأحمر ولدعم صمود الخان الأحمر، أتمنى أن تكون باقية حتى الآن، يعني من رواتب ومن تأمينات صحية ومن تقديم سبل الدعم وتعزيز الصمود لأهالي الخان الأحمر. لا أعرف في هذه الفترة التي من عام 2019 حتى الآن كيف تجري الأمور، ولكن واجب علينا كلنا كمؤسسات فلسطينية مقدسية ووطنية أن نقوم بدعم صمود هؤلاء السكان حتى يتمكنوا من البقاء في أراضيهم، بشهادة الجميع بأن أولاً صمود أهالي الخان الأحمر، وثانيا الهبة الجماهيرية التي كانت موجودة للدفاع عن الخان الأحمر، وثالثا القرارات الدولية التي صدرت عن الجنائية الدولية وعن الاتحاد الأوروبي وعن منظمة العفو الدولية باعتبار هدم الخان الأحمر سيعتبر جريمة حرب. هذه الثلاث محاور هي التي حافظت على الخان الأحمر حتى الآن، وأتمنى أن تبقى هذه الثلاث محاور تمشي بالتوازي، دعم صمود الخان الأحمر وعملنا الجماهيري والإعلامي والشعبي وعملنا الدبلوماسي في المنظمات الدولية. نعود هنا إلى مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. فيما يخص القرارات الدولية التي صدرت بخصوص الخان الأحمر، ونحن دائما يعني يهمنا أيضا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المرموقة عندما تقول الجنائية الدولية أن عملية إخلاء الخان الأحمر يصب في كونه جريمة حرب، عندما يعلق أيضا الاتحاد الأوروبي على هذا الموضوع ويزور قناصل وسفراء الاتحاد الأوروبي على الخان الأحمر لأكثر مرة، أيضا هذا موضوع غاية في الأهمية. ولكن ما يهمنا أكثر أيضا أن تمارس نوع من الضغوطات على حكومة الاحتلال. هذه المواقف الدولية موجودة، ولكن نريد ضغطا حقيقيا ملموسا من أجل أيضا أن يكون لدينا هذا السند الدولي وهذه الحاضنة الدولية. وهذا يعني نتوقع أن يكون في اجتماعاتكم الدورية سواء على مستوى الحكومة أو على حتى مستوى الهيئة. نعم صحيح، يعني في ظل هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في كل الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، وما يحدث في القدس وفي الخان الأحمر وفي كل هذه التجمعات، هذا موقف معيب من المجتمع الدولي. هناك كما ذكرنا سابقا عشرات بل مئات القرارات التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة، لكن لا قرار واحد ملزم لدولة هذا الاحتلال. المطلوب فعلا بعد إثارة هذا الموضوع وإعادة موضوع الخان الأحمر إلى الواجهة في ظل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة، يعني توفير على الأقل الحماية الدولية لأبناء شعبنا في كل التجمعات وكل أبناء شعبنا الذين يتعرضون حتى في المناطق المسمى مناطق ألف، يتم الاقتحام ويتم الاغتيال في وضح النهار وفي جنح الظلام تمارس هذه الممارسات. المطلوب من المجتمع الدولي، المطلوب من حكومات هذه الدول فعلا أن تفرض قرارا حقيقيا عقابيا ملزما لدولة هذا الاحتلال. ونحن بتعليمات من السيد الرئيس أعتقد أن الدبلوماسية الفلسطينية قد قطعت شوطا كبيرا في الاستشارة القانونية التي طلبت إلى محكمة العدل الدولية، وبالتالي فعلا حققنا إنجازا سياسيا في هذا الموضوع. وأنا متأكد أن دولة هذا الاحتلال ستجد في لحظة من اللحظات أن كل قادتها سيقدمون إلى محكمة الجنايات الدولية على ما مارسوه بحق الشعب الفلسطيني. لكن يعني عودة مرة أخرى، لن يحق جلدنا إلا ظفرنا أختي مي. الشعب الفلسطيني كل مرة يزداد إصرارا ويزداد صمودا ويزداد شراسة ويزداد تحديا. ليس لنا مكان آخر غير فلسطين، ليس لنا مكان آخر لنذهب إليه. لن تكون هناك نكبة جديدة، لن تكون هجرة ثانية للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل ما يجري على الأرض، وبالتالي ما تقوم به هذه الحكومة فعلا سيؤدي إلى انهيار كل المنظومة الأمنية في المنطقة وفي كل الشرق الأوسط. نحن فعلا بحاجة إلى موقف عربي صارم اتجاه ما يحدث في
القدس وما يحدث في الضفة الغربية وفلسطين بشكل عام، بحاجة فعلا إلى موقف دولي يعني حازم وإلزامي لدولة هذا الاحتلال، بحاجة أيضا إلى وحدة حقيقية ميدانية في الميدان على الأقل لمجابهة هذه الحرب المفتوحة التي تخوض هذه الحكومة. نعم نحن بحاجة إلى إمكانيات لدعم وتمكين صمود المواطنين، أنا أتفق مع أخي معروف أن كل ما لزم وبتعليمات من السيد الرئيس قد قدم عام 2018 و2019، لكن هذا المحتل منذ ذلك التاريخ حتى اللحظة يمارس ويفرض على أرض الواقع كل الظروف البيئية الطاردة للمواطنين الفلسطينيين، كما ذكر أخي عيد حتى المراعي كل سطب بسبب المستوطنين وبسبب البؤر الرعوية المنتشرة في تلك المواطنين أو الشباب الفلسطينيين المتواجدين في تلك، ممنوع عليهم أن يدخلوا إلى مناطق 48 لا يعملوا، ممنوع عليهم أي نشاط آخر، فبالتالي هم حصروا في مراهم. الإعفاء الضريبي الذي أعلنه وزير الزراعة أثلج يعني صدور كل التجمعات البدوية لأنها تعتمد بشكل رئيسي على الثروة الحيوانية، فبالتالي نعم كل ما قدم صحيح لكن المطلوب أن نقدم أكثر، لكن ضمن الإمكانيات المتاحة. أنا برأيي أن الأخ عيد يعرف جيدا أن هذه الحكومة وبتعليمات من السيد الرئيس لم تقصر أبدا ولن تقصر، المطلوب الاهتمام أكثر بقضايا ممكن أن ننفذها لديهم. لكن مرة أخرى اسمحي لي أختي مي، لكن زيارة كل المسؤولين الرسميين والشعبيين وحتى الوطنيين الذين يمثلون الفصائل إلى الخان الأحمر والتجمع كما ذكر أخي عزام يوم الجمعة في صلاة الجمعة، هذا مهم أكثر بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين أن يروا كل تفاصيل الشعب الفلسطيني ملتفة حولهم وما يحدث للخان الأحمر والمواطنين الفلسطينيين سيحدث لهم. هذه هي الرسالة القوية، والرسالة القوية الأخرى التي يجب أن تصل إلى هذه الحكومة أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بهدم الخان الأحمر، وأنا أقول لك وأوعد الشعب الفلسطيني أنها لن تمر الجرافات إلا عجزة سنة قبل أن تمر على جثث أخي عيد وكل عرب الجهالين المتواجدين في الخان الأحمر وكل التجمعات. هذه حرب حقيقية ليس لنا مكان آخر، وكما يقول المثل عنها المراح ما في رواح، إحنا قاعدين على خيال البلد. طيب عيد خميس هناك محكمة في الأول من الشهر القادم من شهر شباط، ممكن الإخلاء يكون في أي لحظة، يعني المحكمة أيضا نحن نعلم الموضوع القضاء الإسرائيلي فيما يتعلق بالفلسطينيين يعني سوابق للأسف ضدنا، سوابق مؤلمة، ماذا تتوقعون أولا وشو الخطط الموجودة لديكم مع صدور القرار؟ حينما تقرأ رسالة تقرأ العنوان، من العنوان تعرفي ما موجود داخل الرسالة كاملة. صحيح. فالمحكمة وضعوا القضاء تفصيلا سولبرغ من كفار عصيون والثانية من كفار أدوميم لا تبعد سوى 200 متر من بيتي، هي ساكنة في كفار أدوميم، والثالثة تسكن شمال غرب القدس مستوطنة. ماذا تتمني؟ القضاة الثلاث مستوطنين. ماذا تتمني من هذه المحكمة؟ لا أنا لا أعول هذه المحكمة لا في الماضي ولا في الآن ولا في المستقبل، لا إلي ولا أي مواطن فلسطيني داخل الوطن، لأنها هي وجدت فقط لتشريع أمام العالم أن هناك قضاء، ليس هناك قضاء. ولكن لا مفر إلا إذا صدر القرار. إذا صدر القرار أنا بقول هناك البدوي 65% من حياته في الشمس، لا يديره أن بقي 100% بين السماء والأرض، لن نغادر هذه الأرض. وقتي نفس يعني رائع مع يعني كلامك يعطي الأمل، يعطي هذا الحب للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، إنه هذا الشعب صامد باقي رغم كل ما يعيشه من ألم من قهر من ظلم من حصار من محاولة حتى سرق هويته سرق كينونته، إلا إنه صابر في أرضه. معروف الرفاعي من محافظة القدس مرة أخرى، يعني أريد أن تعلق على موضوع المحاكم الإسرائيلية، يعني جمدت القرار وأنتم في المحاكم منذ العام 2010 وصولنا لعام 2018 وإحنا أصبحنا في العام 2023، تحدث عن القضاء وهم مستوطنين، ماذا نتوقع منهم؟ يعني نحن منذ أن جمد نتنياهو قرار هدم الخان الأحمر وترحيل سكانه في عام 2018 في آخر شهر 9 سبتمبر 2018، وكنا على يقين بأننا سنصل إلى هذه النقطة، ونعلم بأن الثمان مرات التي تم تأجيل فيه تنفيذ قرار المحكمة
لم يكن يعجب منظمة ريغافيم والمستوطنين وغلاة المستوطنين الذين دائما ما يحركون هذا الموضوع ودائما ما يضغطون فيه على مرشحين الانتخابات الإسرائيلية الأربع مرات أو الخمس مرات السابقة التي تلت تأجيلها هدم الخان الأحمر. ولكن أنا أريد أن أقول كما قال أخي عيد وكما قال معالي الوزير مؤيد شعبان بأننا في القدس عندما كان يتم الرهان على أبناء القدس كنا ننجح دائما، ودائما رهاننا على المقدسيين ناجح إن شاء الله. هزمنا الخان الأحمر، هزمنا الاحتلال في الخان الأحمر وتم تأجيل هدم الخان الأحمر، وهزمنا الاحتلال في البوابات الإلكترونية، وهزمنا الاحتلال في بوابة في باب الرحمة وفي كثير من المفاصل التي كانت تاريخية بيننا وبين الاحتلال. وأنا أقول كمقدسيين وأقول يعني نيابة عن إخوتي في حركة فتح في القدس وكل الفصائل العمل الوطني في القدس بأننا سندفع الدم الغالي من أجل الحفاظ على هذا الخان الأحمر. وكما قال أخي مؤيد ستمر هذه الجرافات على أجسادنا قبل أن تصل إلى منزل أي مواطن فلسطيني يسكن في قرية الخان الأحمر، وسندافع عن هذه الأرض التي تعتبر بالنسبة لنا مقدسة كقداسة المسجد الأقصى وكقداسة كنيسة القيامة داخل أسوار المدينة المقدسة، لأننا نعلم بأنه إذا فرطنا في الخان الأحمر فإننا سنفرط في القدس، وبأن القدس الكبرى ستقام على أنقاض الخان الأحمر، وبأن المستوطنات التي تحيط بشرق القدس من معلي أدوميم مرورا بمشير أدوميم إلى كفار أدوميم ستحيط هذه المستوطنات بالقدس الشرقية، وسنقع نحن في منطقة الوسط بين فكي كماشة، وستسيطر إسرائيل على الأغوار التي طالما امتنعت كل الحكومات المتعاقبة عن التنازل عن هذه الأغوار التي تعتبرها عمق استراتيجي أمني لها. إلى ضيفنا هنا في الاستوديو مرة أخرى مؤيد شعبان، عندما كنا نذكر اسم بن غفير أو سموتريتش لم يكونوا وزراء في حكومات، في الانتخابات الأخيرة أصبحوا أعضاء كنيسة، وفي الانتخابات التي قبلها أصبحوا أعضاء كنيسة، في الانتخابات الأخيرة هم وزراء الآن ولديهم مناصب رسمية، وبالتالي فكرة الصهيونية الدينية لم تعد فقط مقتصرة على جماعة هنا وهناك مثل ريغافيم التي ذكرت كثيرا، ولكن أصبحت مأسسة، أصبحت موجودة في الحكومة، وهذا يختلف، ويجب أيضا على أساليب النضال وأن نأخذ هذا الموضوع بجدية أكبر، لأنه نعلم أن الائتلافات الحكومية التي وقعت أصلا هي تقوم على موضوع توسيع الاستيطان من جهة ووقف البناء في مناطقنا المصنفة جيم من جهة أخرى. نعم صحيح، مرة أخرى سموتريتش هذا المعتوه وتربى في مستوطنة تدعى مستوطنة كدوم في شمال الضفة الغربية، أيضا الجذير كما ذكرنا هو تربى أيضا في كريات أربعة ولا زال موجودا هناك. معظم حوالي 10 من أعضاء الكنيسة من اليمين المتطرف يسكنون في المستعمرات والمستوطنات في الضفة الغربية، فبالتالي نحن فعلا أمام حكومة يمينية متطرفة. لكن كما ذكرت وكما يذكر كل الشعب الفلسطيني، يعني لا هذا سموتريتش سيهزم الشعب الفلسطيني ولا بن غفير سيهزم الشعب الفلسطيني، يعني عمليات الهدم في حكومة لبيد وبنت من قبله عام 2022 سجلت أكبر عملية هدم وإخطارات لوقف البناء في الضفة الغربية والقدس، أكثر من 1220 إخطار وعملية هدم تمت في عام 2022 الماضي. عام 2021 كان أقل بنسبة على الأقل بزيادة 40% عن عام 2022، فبالتالي يعني هذا نهج حقيقي تقوم به كل الحكومات المتعاقبة لتنفيذ المشروع الاستيطاني الاستعماري الممتد من شمال الضفة الغربية حتى جنوبها بما فيها القدس، وإقامة كما ذكرت لك الحلم الصهيوني القديم الجديد بإقامة القدس الكبرى. فبالتالي لن تختلف هذه الأسماء ولن يكون بن غفير ولا سموتريتش، بالعكس يجب على هذا العالم الذي أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم يعني يتعاملوا مع وزراء هذه الحكومة سيتعاملوا مع رئيس الحكومة، أنا الأوان لهذا العالم وللمجتمع الدولي فعلا أن يضع حدا لممارسات هؤلاء. هذه
هذه عصابة. يعني أنت بالأمس عندما قام المستوطنون بلباس بالزي العسكري بمهاجمة عرب المليحات في المعرجات، عندما قاموا بسرقة محلات تجارية في حوارة، عندما مارسوا سرقة قطاف الزيتون أو محاصيل الزيتون في موسم الزيتون، عندما مجموعة من المستوطنين تقطع الشوارع ما بين المحافظات وتقطع الطرق، عندما يطلقون النار، عندما ينكلون بالشعب الفلسطيني. هذه عصابة مكوننة. يعني ما يريده سموتريتش وبن غفير هو إقامة الحرس المدني، يعني شبيبة التلال. هذا التنظيم الإرهابي يريد أن يكوننه ويشرعنه ليصبح هو بإطار شرعي تحت شعار ما يسمى بالحرس المدني. أنت فعلا أمام حكومة يمنية منطرفة، أمام عصابة حقيقية تمارس كل الإجرام بحق شعبنا. بالمقابل ما المطلوب من شعبنا؟ المطلوب منا جميعا فعلا الأولوية الأولى والمطلقة يجب أن تكون للشعب الفلسطيني هي فعلا مواجهة هذا المشروع. يجب فعلا علينا جميعا وضع خطة استراتيجية وطنية كفاحية شاملة تشمل كل المناطق الفلسطينية. ويجب تطوير أيضا المقاومة، يجب تطوير أيضا المقاومة الشعبية بأشكال مختلفة. يجب فعلا تفعيل بؤر جديدة للمقاومة الشعبية حتى نصل إلى العصيان المدني. يجب البحث فعلا عن أفكار خلاقة جديدة وحديثة في مواجهة هذا المشروع. هذا مشروع فعلا استيطاني استعماري، عمليات الهدم كما يقول أو بالاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو. أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أزالت 38 ما اسمها مبنى غير قانوني شيدها الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام. هذا قالها في جلسة الحكومة الأحد نعم أمس. نعم نعم صحيح، منذ بداية هذا العام أكثر من 40 عملية هدم تمت في كل أنحاء الضفة الغربية، سواء في مسافر يطا أو في الأغوار الشمالية أو في جنوب أو قرى جنوب شرق نابلس أو في قرى شرق رام الله. فبالتالي هي عملية مستمرة تمارستها الحكومة السابقة، حكومة لبيد، وتمارس هذه الحكومة. بالتالي التهديد أنه سيهدم أي بيت، نحن أيضا لدينا تعليمات ولدينا رئيس للشعب الفلسطيني، لدينا تعليمات أن لا ينام أي مواطن في العراء. هم سيهدمون والشعب الفلسطيني سيبني. هذا يعني ما تعودنا عليه من هذه الحكومات المتعاقبة أو من حكومة هذا. دعني أسأل رئيس مجلس قروي تجمع الخان الأحمر عيد خميس، هل ترهبكم هذه الحكومة؟ حكومة متطرفين جاءوا من خلف في أيديولوجية استيطانية، اتفاقاتهم مع نتنياهو واضحة وصريحة، تعزيز الاستيطان وفي المقابل تجميد البناء للفلسطينيين وهدم ما يمكن هدمه، هل ترهبكم هذه الحكومة؟ لو أكا خافت من البحر لرحلت زمان. هذا أولا. نحن نواجه ما هو أعتى من بن كفير وسموتريتش قطعان مستوطنينه كل يوم، لاحق الريان والطلبة وهم خارجين من المدارس والمدرسات والذهابات إلى الشوارع. فنحن نواجه بن كفير الشرايين بن كفير يوم يوم يوم، فلا يخيفنا بن كفير ما يهدد ويزبد ويرعد. هناك عشرات من القطعان المستوطنين دائما وابدا. هل تعلمي أن هناك طائرة بدون طيار؟ أنا بعلم أنه طائرات بدون طيار هي تسير الآن في معارك في أوكرانيا، وفي كانت في السابق في أفغانستان. لكن أعضاء للمستوطنين ومؤسسة ركابيم هي تشغل على الأطفال وعلى هذه القرية الطائرة بدون طيار، لكن لا خفتنا طياراتهم بدون طيار ولا قطعان مستوطنين، ولن يخيفنا بن كفير. نحن باقون في أراضينا، هذا حقنا كما قلت سابقا، وهذه أرضنا، وليس فقط مشكلتنا أن قرية وارد، إنما بوابة القدس الشرقية. أخيرا، مع معروف الرفاعي يوم الجمعة، يعني من المفترض أن يكون يوم أيضا دعم وفي حشد لأهلنا في الخان الأحمر، كيف ممكن أن تعلق على هذا الموضوع وكيف ممكن أن يكون نحو أوسع مشاركة وأوسع تواجد في الخان الأحمر؟ يعني كما سمعت يا أخت مي، هذا هو موقف سكان الخان الأحمر الذي عبر عنه الأخ عيد، والحضور الإعلامي اليوم كان لافت جدا. وفي الأربع شهور خمس شهور التي رابطنا فيها عام 2018 أيضا كان حضورا إعلاميا كبيرا، وهو ساعد على بقاء الخان الأحمر. المطلوب الآن هو الدعم الجماهيري لهذا الصمود، وأنا أدعو من خلالكم كل أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وفي باقي محافظات الوطن إلى التواجد في الخان الأحمر يوم الجمعة. وإذا تم الاتفاق على أن نرابط من جديد في الخان الأحمر، أن نكون على قدر هذه المسؤولية، هذه نقطة. والنقطة الثانية أن تقوم حكومتنا الرشيدة بتعزيز صمود
هؤلاء السكان وباستمرار الدعم لهؤلاء السكان حتى يستطيعوا البقاء في منازلهم. وبالتالي علينا جماهيريا أن نكون دائما معهم وحكوميا أن نكون دائما مع دعم صمودهم. نشكرك جزيلا معروف الرفاعي المستشار الإعلامي لمحافظة القدس. الشكر موصول أيضا لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان ولرئيس مجلس قروي تجمع الخان الأحمر عيد خميس. شكرا جزيلا لكم. وستبقى قضية الخان الأحمر نابضة في مع الفلسطينيين أينما كانوا وفي الإعلام الفلسطيني عبر تلفزيون فلسطين. شكرا موصول لكم أيضا مشاهدينا. في أمان الله.